صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار، فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره ثلاثين ألف ألف عتيق من النار. وروى الباقي مرسلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل في كل يوم في كل ليلة من رمضان ستمائة ألف عتيق من النار، فإذا كان آخر ليلة اعتق الله بعدد من مضى. فينبغي للعبد أن يجمع بين السؤال والاستغفار والدعاء في هذه الليلة ليكون من جملة هؤلاء العتقاء، ويحسن العمل ويجد ويستعيذ في هذه الليلة، فإن كان قد عمل فيما مضى صالحا كان ذلك له ختاما، ويكون ختام الأعمال الصالحة عملا صالحا، وإن كان مفلطا مثلي فليندم ويتأسف على فعله ويستغفر الله تعالى، فلا يرضى أن ينظر إليه ويرحمه ويجعله من هؤلاء المتقى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه.